أهلا بيكم. النهاردة معانا خبر بعنوان منتخب بنين الأول استدعي دوكو لاعب سموحة. تلقى نادي سموحة خطابا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يطلب فيه استدعاء دوكو لاعب مدري للانضمام للمنتخب الأول لبنين في 20 مارس الجاري. وخطف دوكو دودو لاعب وسط سموحة الأنظار بعد الأداء المميز مع المنتخب بلاده تحت 20 سنة في بطولة أمام أفريقيا التي تقام حاليا في مصر في بطولة أمام أفريقيا التي تقام حاليا في مصر وتستمر 12 مارس الجاري. وكشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن تلقيه عرضا هاتفيا لبيع البنيني دوكو لاعب الفريق بقيمة مادية تصل إلى 700 ألف يورو. وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي رسمي بالإيميل تم الوصول إليه تليفونيا حتى الآن في بيع دوكو دودو في نهاية السنة، تدفع نصف القيمة مع توقيع العقد والنصف الثاني قبل إرسال البطاقة الدولية في نهاية العام. ما وصلنا إليه تليفونيا 700 ألف يورو صافي للنادي، وارتباطنا لن يفعل إلا بعد وصول إيميل رسمي للنادي. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما إن أنتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.